على نار تلقاه يهرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة السابقة جئنا على شرح 4 علامات من علامات الإيمان التي رويت عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ونحن بصدد كتابة موضوع عن يوم 40. الفقرة 5 تتحدث عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم نكن قبل تطور الفضائيات ومجالات التواصل الاجتماعي نعرف سبب تركيز الإمام العسكري عليه السلام على هذه النقطة. لماذا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم يحثون هذه الأمة على ترسيخ العقائد الصحيحة عبر بعض القضايا الصغيرة ولكن دلالاتها عظيمة كالبسملة؟ فماذا تعني لكم البسملة حتى يأمر الإمام بأن الجهر بها هو علامة من علامات الإيمان؟ فما هي أحكام البسملة وما هي فوائد البسملة؟ ورد عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام أن سر القرآن الكريم في 7 المثاني في سورة الحمد، لذلك كانت واجبة في كل فرض في كل صلاة أن نبدأ بالحمد لعظمتها لأهميتها. وقد قيل أن الاسم الأعظم هو في مضامين هذه السورة العظيمة المباركة. ثم يقول وسر الحمد في البسملة. الله أكبر. إذن البسملة هي روح الفاتحة بل هي روح القرآن بل هي محور الإسلام، لأننا عندما نبدأ كل أمر مهم، وقد ورد في الحديث الشريف عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل أمر ذي بال مهم لم يذكر عليه اسم الله فهو أبتر. إذن البسملة هي محور القرآن، البسملة هي أس الإسلام الأول، هي أهم أركان الدين،
ومن أسرار البسملة وسر البسملة في الباء. عجيب، سر البسملة كلها في باء البسملة، يعني بأول حرف. ويقول أمير المؤمنين بعد ذلك: وأنا النقطة التي تحت الباء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أي عظمة هذه عندما يكون علم النقطة التي هي تحت الباء والتي هي أول حرف ننطق به في صلواتنا وفي قراءاتنا القرآنية. لا يمكن أن نبدأ إلا ببسم الله. وحتى في القصيدة الجلجلوتية المشهورة عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه الأبيات يستحب أن يأتي بها الإنسان بعد صلاة الفجر في كل يوم 18 مرة. اكتبوا لديكم 18 مرة بعد صلاة الفجر تذكرون الله بهذا الذكر: بدأت ببسم الله. يعني بأي شيء نبدأ حياتنا اليومية؟ بدأت ببسم الله، روحي به اهتدت، روحي به اهتدت. بدأت ببسم الله، روحي به اهتدت، إلى كشف أسرار بباطنه انطوت، إلى كشف أسرار بباطنه انطوت. الذي يكرر هذا الذكر 18 مرة يوميا بعد صلاة الصبح يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب، وتتفتح في قلبه وذهنه وبصيرته آفاق العلم من حيث يدري ولا يدري، لأنه بدأ ببسم الله. وقد روى لي أحد أساتذتي أن الشيخ محمد بن محمد بن نعمان التلعكبري، الشيخ المفيد، شيخ الطائفة، هذا العلامة البحر، وكان له حوزة في الجانب الكرخ من بغداد، وكان يأتيه الطلاب من الرصافة والكرخ، وكان له تلميذ من الرصافة يأتي عبر زورق يعبر النهر ليحضر الدرس، فكان يتأخر في كل يوم بعذر الزورق، لأن الزورق لا يعبر النهر حتى يمتلئ بالركاب. فاعتذر لأستاذه عن التأخير فقال له: إني سأكتب لك حرزا تحمله معك، وبإذن الله لا تحتاج أن تركب على الزورق، بل تأتي على الماء مشيا فيجمد لك الماء. هذا الطالب ذهل، والمتحدث والشيخ المفيد أعلى الله مقامه الذي رثاه الإمام الحجة المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء عند وفاته، كتب له الحجاب وأودعه في محفظة وحمله معه. جاء التلميذ في اليوم الثاني، وقف على جرف نهر دجلة، وضع يده وإذا بالماء قد جمد تحت رجليه، فعبر النهر مشيا على الأقدام. اللهم صل على محمد وآل محمد. مر اليوم الأول وهو متنعم بهذه القوة الربانية، بهذه المنحة الإلهية. مر أسبوع قال: لا زال أنا متمكن من هذا الشيء، لأفتح الحرز وأرى ماذا كتب لي الشيخ المفيد.
ففتح الحرز وإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. فاستغرب الطالب ولقلة علمه بأسرار بسم الله الرحمن الرحيم استخف بالحجاب، بل استخف بقدرة الله جل وعلا. جاء في اليوم التالي بمجرد ما وضع يده على الماء وأذى به يهوى في داخل النهر، لأنه لم يقدر ولم يحترم أسرار بسم الله الرحمن الرحيم. من هنا وجدنا أهمية إصرار أئمتنا على الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وعندما ندخل في مكان مخوف كالمقابر ليلا، أو في الطرقات الموحشة، أو في البيوت المظلمة، فابدأوا دخولكم ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنها تطرد عنكم كل سوء وتجلب لكم كل خير. هذا سر البسملة. وقد حدثني أستاذي ووالدي الروحي الدكتور أسعد أحمد علي، أستاذ الدكتوراه في كلية الآداب بجامعة دمشق، بأن أعلم علماء دمشق من المتصوفة الشيخ عبد الغني النابلسي، وله قصة مع الحوراء زينب سلام الله عليها، قد كتب كتابا عنوان الكتاب أعلم علماء دمشق من الصوفية، ويكتب الكتاب عن سر البسملة. عنوان الكتاب أن البسطة في أن العلم نقطة، كتاب البسطة في أن العلم نقطة. اللي يلتفت للعنوان يفكر بأنه المتحدث مهندس ويتكلم بأن الخط المستقيم يبدأ من النقطة، وليس هذا قصده. قصده هذا العالم الجليل المتصوف أن الذي يريد العلم، من أراد العلم فليأتي المدينة من، وقد قال سيد الخلق أنا مدينة العلم، فصلوا على محمد وآل محمد. إذن عرف هذا الرجل كيف أن العلم يبدأ بنقطة باء بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما نحن بصدده كمسلمين، فالبعض يجهر بها في الحمد، بعض فرق المسلمين يقولها في أول الصلاة في سورة الحمد ولا يقولها في السورة الثانية، يتنكر لها جملة وتفصيلا. ومنهم من يخافت فيها في الحمد ولا يقولها في السورة الثانية، لا يقولها في السورة الثانية. بينما وجدتم أن الإمام يوصي بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أضف لذلك هنالك حكم شرعي بأنه لا يجوز للمرأة في صلاتها إلا أن تخافت، ولا يجوز للرجل في صلاة العصرين إلا لا يجوز له الإجهار، بل يجب عليه الإخفات إلا في البسملة، يجب عليه الجهر
بالبسملة، ويجوز للمرأة أن تجهر بالبسملة في صلواتها الخمس، لأن البسملة يجب الجهر بها فإنها من علامات الإيمان. أما رواية الشيخ النابلسي، وسأعود إلى تكملة حديثي، ولكن هذه الرواية تفرض حالها علي وعليكم. قيل له: يا شيخ عبد الغني، أنت عارف زاهد صوفي من كبار علماء دمشق، وأن في قرية راوية التي تبعد 10 كيلومتر عن مقر دمشق مرقد يقال أنه تثوي فيه عقيلة بني هاشم بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، زينب روحي فداها، وأمها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وجدها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كان هنالك بضعة لرسول الله فهلموا معي نزور تلك البقعة حبا لرسول الله، لعلنا نشم عبير الرسالة. أنا عارف، أنا فيلسوف، أنا عالم، أعرف سر العلم في نقطة الباء، فلعلي أشم عبير النبوة، ولعلي أستنير بنور الإمامة. فجاء مع ثلة من مريديه يركبون، أجل الله السامعين، وسائط النقل المعهودة في تلك الأيام من بغال وحمير وخيل، إلى أن وصلوا إلى قرب مرقد الحوراء زينب سلام الله عليها، فترجلوا ثم دخلوا الصحن الشريف، أسبغوا الوضوء، ثم دخلوا وصلوا ركعتين قربة لوجه الله تعالى تحية المكان، وأخذوا يدورون حول القبر الشريف. والشيخ النابلسي يمثل لهم حركة الشم، يعني إني أحاول أن أشم عبير رسول الله، أحاول أن أشم عبير رسول الله. فدار دورة والثانية والثالثة، فأزمع الخروج وقال لمريديه: إني لم أشم رائحة رسول الله. ما أتم كلامه وهذا، وإذا بفخذه تنكسر كما تنكسر الخشبة المتهرئة، وسقط إلى وجهه، انكسرت ساقه وسقط على وجهه في تلك اللحظة، ومن هذه الإشارة شم عبير رسول الله. قال: أعيدوني أعيدوني. فاستداروا به، وجاء زحفا على يديه إلى المرقد الطاهر، وأنشأ هذين البيتين التي تكتب بماء الذهب، بل تكتب بالدماء على صفحات القلوب. قال لسيدتي ومولاتي زينب بنت حيدر، زينب بنت حيدر، عيبة العلم والهدى. العيبة هي الوعاء الذي يحفظ به العطر والجواهر الثمينة. زينب بنت حيدر، عيبة العلم والهدى، عندها باب حطة فادخلوا الباب سجدا. الله صلي على محمد وآل محمد.
يعني طأطئ الرؤوس عند زينب، قفوا وقفة خشوع وإجلال واحترام وإكرام لعقيلة بني هاشم التي هي اليوم بحق ميزان العدل ورافعة لواء الدين الحنيف بين كل المسلمين في العالم، والتي حفظت بلاد الشام من شر الأشرار، وكفى بذلك دليلا على عظمة محمد وآل محمد. إذن خلاصة بحثنا في يوم 40 أن علامات المؤمن 5 هي تعفير الجبين والتختم باليمين وصلاة 51 وزيارة 40 والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. أما زيارة 40 الآن، هذا التخلص، هذه التحويلة راح نحول إلى وين؟ فكانت في 20 من صفر، وعلى ما ورد في الرواية أن الإمام زين العابدين عليه السلام بعد أن قضى ما عليه في دمشق الشام ووضح للناس ما جرى على أبيه الحسين والميامين من أهل بيته وأنصاره وما قامت به دولة بني أمية من سبي لحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كادت الشام تنقلب على حاكمها، فأمر يزيد بإخراج الإمام السجاد عليه السلام مع عماته وأخواته والأطفال والأسرى وإعادتهم إلى مدينة جدهم، وأسلم الركب إلى النعمان بن بشير الأنصاري على ما ورد في الرواية، فأركبوهم على نوق مرحولة، وحاول الإمام السجاد عليه السلام أن يستخلص رؤوس الشهداء ويعيدها إلى مدافن أجسادها، لذلك تسمى زيارة 40 زيارة رد الرؤوس، زيارة رد الرؤوس. وكل ما ورد في تواريخ المسلمين غير هذه الرواية بعيد عن الصحة، فأرجوكم يا إخوتي وأخواتي ومن يراني ومن يسمع كلامي أن لا يلتفت أحد إلى ما ورد من تشكيكات حول دوران هذه الرؤوس الطاهرة الزكية أو اختلاف الرأي في مدافنها. منهم من يقول دفن الحسين رأسه في المدينة، ومنهم من قال في مسجد الحنان في النجف الأشرف، ومنهم من قال في قنسرين، ومنهم من قال في القاهرة، ومنهم من قال في المسجد الأموي بدمشق، وهكذا دواليك. ولكن الإمام استوهب الرؤوس، الإمام السجاد عليه السلام استوهب الرؤوس من يزيد بن معاوية ورد معها ومع عمته الحوراء زينب، وعندما وصل الركب إلى مفرق 4 طرق سألت زينب روحي فداها من الإمام السجاد: عم إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا رجانا؟ قال: عم هذا مفترق 4 طرق، هذا الطريق الذي جئنا به من الشام، وهذه الطريق تؤدي بنا إلى المدينة، وهذا طريق إلى لبنان وفلسطين وإلى مصر والأردن، وهذا الطريق الآخر
يمر بنا إلى كربلاء ونحن معنا الرؤوس. قالت عم إذن مر الحادي أن يمر بنا إلى كربلاء. أولا نرد الرؤوس إلى أبدانها، هذه تحفة السفر، هديتنا لأخي الحسين عليه السلام وأهل بيته وأنصاره، ولكي نجدد العهد ونقيم العزاء على قبور موتانا وقتلانا. فأمر الحادي وجاءوا، وعندما وصلوا إلى مشارف كربلاء هنا ستجدون الحاجة إلى إدخال النعي إلى حديثنا، إلى سندخل النعي قليلا قليلا. وكأني بالركب عندما وصل إلى مشارف كربلاء كأني بلسان حال بنات رسول الله، لسان حالهم على مشارف كربلاء يهتف ونهتف معهم: يا نازلين بكربلاء هل عندكم معي، يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلمها، بقتلانا ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت، ما حال جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. إذن بدأنا بإدخال عامل الصوت والنعي والرثاء والشجاء والعاطفة من هذا الموقع. بدأنا الآن المصيبة، صحيح؟ ندخل هنا. بإمكاننا أن نقرأ رواية المقتل بهذه الصيغة، بهذه الطريقة، بهذا الطور الكعبي. وروي أن جابر بن عبد الله الأنصاري مع صاحبه عطية العوفي وعبد اللهما وردوا إلى كربلاء، فتزامن وصولهم يوم العشرين من صفر. فنزل جابر بن عبد الله الأنصاري إلى نهر الفرات واغتسل غسل الزيارة وارتدى قميصا واعتزر بإزار ونثر على بدنه قليلا من السعد، يعني الطيب والعطور الطيب، وتوجه مع عطية العوفي يقصر الخطوات نحو قبر أبي عبد الله، وكان كلما خطى خطوة يكبر الله جل وعلا ويكثر من الاسترجاع، يعني أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وما إن وصلوا جميعا إلى قبر أبي عبد الله وكان قد أغشي بصر جابر من كثرة البكاء، فلم يعد يبصر إبصارا دقيقا، قال: يا عطية ألمسني القبر. فأهوى جابر إلى قبر أبي عبد الله، ولما وضع يده على القبر
نادى ثلاثا يا حسين يا حسين يا حسين. حبيب لا يجيب حبيبه وأنى لك بالجواب، وقد شحطت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك. وصلنا إلى استعراض المصيبة بهذه الطريقة. هنا ممكن ندخل في عبارة فيها دعاء فيها توسل، ترفعون أيديكم إلى الله. إلهي، هذا جابر ابن عبد الله الأنصاري من خيرة أصحاب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، يعتق عبدا من عبيده حبا لزين العابدين ولقائه وعودة السبايا إلى كربلاء. إلهي، أقسم عليك بزين العابدين وعمته الحوراء زينب وسبايا آل رسول الله، اعتقنا من النار في هذا اليوم العظيم يا الله، لأن محل استجابة الدعاء والعبرات تجري والقلوب منكسرة. أنتم الآن في الدرس لم تتمالكوا أنفسكم من البكاء، فكيف لو كان المجلس حقيقيا في الحسينية والسواد منتشر واليوم يوم الأربعين؟ لأن الأيام لها أثر على الأحداث وعلى ما يجري فيها. فيوم الحزن يضغي الحزن على حضاره، ويوم الفرح يضغي الفرح على حضاره وجلاسه. إذن بعد أن نقابل الإمام زين العابدين عليه السلام مع جابر، وكيف تدور الهاشميات الفاطميات على قبور القتلى، هنا أحب أن ألفت النظر إلى خطأ شائع، خطأ شائع أرجو أن لا تقعوا فيه وأن لا يقع فيه إخوتي وأخواتي قراء المنبر الحسيني الشريف. البعض اشتباها يقول أن الفاطميات أهوت كل واحدة على قبر شهيدها. هذا الكلام غير دقيق، لأن الإمام السجاد عليه السلام وكما ترون الآن في الزيارة أفرد قبرا جماعيا لبني هاشم، يعني القاسم وعلي الأكبر وأولاد أمير المؤمنين إخوة العباس الثلاثة، أولاد مسلم وأولاد عقيل وأولاد الإمام الحسن، هؤلاء جميعا مع علي الأكبر في قبر واحد. فكيف تقع مثلا ليلى على قبر ولدها الأكبر، وكيف تقع الرباب على قبر الرضيع، وكيف تقع رملة على قبر القاسم؟ هذا غير صحيح. الكل جلس عند قبر أبي عبد الله، وحومة الشهداء عند رجل الإمام الحسين عليه السلام، فتحلقنا حول القبر. هذه تنادي وأخاه وحسينة زينب روحي فدا، وسكينة تنادي وأبته وحسينة، ورملة تنادي وولده وقاسمة، وليلى تنادي وولده وعليا وهلم جرا. نساء الأنصار تحلقن حول قبر الجماعي، القبر الجماعي الذي حفروه لأصحاب أبي عبد الله 72، وهم الآن موجودون وأسماءهم موجودة والشباك من الطرفين واضح. إذن هذه الرواية دققوا فيها وقرأوها بشكل جيد، وإن شاء الله نكمل الموضوع بعد ما شرحنا هذا. نجد أن الحوراء زينب لم تسمع جوابا من أحد، جمعوا الرؤوس مع الأبدان، دفنوها الإمام السجاد على غير مرأى ومنظر من بنات رسول الله، لأن زينب سلام الله عليها لو كشف لها قبر الحسين عليه السلام أو سكينة عليها السلام
لا أحبت أن تدفن مع الحسين في تلك اللحظة. إذن جعل الإمام السجاد بنات رسول الله عند قبر العباس، وحفر قبر الحسين ودفن معها الجسد رأس المولى، ورؤوس بني هاشم جعلها في حفرة بني هاشم. ثم بعد عودة السبايا من قبر العباس إلى قبر الحسين دفن رأس العباس، إن كان رأس العباس عليه السلام مع الرؤوس المحمولة إلى الكوفة وإلى الشام. هذا المقدار انتهينا. الآن نقرأ أبيات نختم بها المجلس، تعبر عن لوعة الحوراء زينب سلام الله عليها، تعبر عن لوعة سكينة، عن لوعة الرباب، عن لوعة ليلى، عن لوعة رملة، عن لوعة الإمام زين العابدين عليه السلام. ونختم لأن المجلس أقيم 3 أيام، وخشي الإمام السجاد على عمته زينب وبقية الأسرى فأمر بشد الرحال إلى المدينة. وهناك أني بلسان حال الحوراء زينب توجهت لكفيلها وتوجهت لأخيها الحسين كأني بها تنادي: يا خويا يا وجه طبت المدينة، أبا عبد الله شقولان لل يقول حسين وانا انا شقولان لل يناشدني من الناس، والله أخوك حسين وين وين عباس، كما قلنا نحاول بيتين الأخيرين نجيبهم شنو مثكل. أقول حسين ظل جثة بلا رأس، يا ويل وعباس النفيل قطعايا، يا ويمين لله أقمار أفلن بكربلا ولها بيثرب والمحصبي مطلع. انتهينا من بيتين الختام التخلص، ونرفع أيدينا للدعاء إلى حيث انتهى بنا المطاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لما سقط الحسين على نار تلقى يهرول بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح: احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي: لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.